عمي علي مالك وقتك تطلق مالك راك راك في دارك راك مع خوتك مع عائلتك واش داروا لي في ديك المقبره ولا كيف عيتي والله الا شدوا له هو بايش عيتي ايوا هادو اربعه كيفاش واش شكرا واش غدير المعزه ولا اش كيقولوا له قال له سير لعندو صيفطوا ليه بعض المخازن الشطر ليهم المعزه ديالك ودخلتي للقلب ديال المغاربه ودخلتي للقلب ديال حتى المخزنه هو سيدي عطاك اربعه المخازنيه واش عمرك نويتي عمي علي واحد النهار غادي يعطيك المخزن اربعه المخازن سي يا عمي علي ولا لا لا كنشوفوا فين كنا وفين وصلنا الروح فينا ولدنا ريان وخونا ريان من حقنا اننا نهضروا راه في العزاء وهكا راه الناس يجلسوا شويه راه تيقول لك ما نعرف شي حاجه في العزاء ما تيتفرق العزاء حتى تيضحك شي واحد ولا شي واحد راه واعر شنو تيقولوها في الاعراف تسمى قال لك الا تفرق العزاء ما بكاش ما ضحك شي واحد راه والو ما كاين والو اي اي تسمى كيعاد اه ضروري نشوفوا عمي علي شنو واش بزاف الله يجازيك بخير ايوا لا اله الا الله لا اله الا الله ضحك لا اله الا الله محمد رسول الله عزاؤنا واحد عمي علي كما قلنا وحنا بكل عفويه واش عمر كان عمي علي غادي ينوي واحد النهار غادي يمشي بربعه ديال العناصر تلعمن. اذا هنا غادي نرجعوا للروح ريان عاوتاني وما فعلته في الانسانيه وفي هذا الكون. ريان مازال تنقولها روح صفتها الله سبحانه وتعالى باش تأدي المهام ديالها في خمس سنين وتلتحق. ما ارتكبت تدري تشوفوها مع عمي علي. عمي علي. نعم اخويا. قصتك انت وريان اليوم حل قلبك. نعم. المغاربه. الله يرحم والديك الله يجازيك بخير. كاينه واحد المفاجاه بسيطه. نعم. الله يرحم والدينا يرحم والدينا شكرا يا عمي علي خليها الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير عمي علي عاود خوتك المغاربه شكون انت لا عافاك عمي علي انا اليوم المغاربه بيعرفوا هي نحبه اش من انت منين عمي علي انا من رفود كمل لي حتى وصلتي هنا الاصل ديالي انيف ومن انيف جينا لرفود بقينا يلاه كان الشغل وكذا هذه عاود بقينا لرفود تما جبتنا السكنه جلسنا في رفود العمالات الرشيديه رفود ايوا صافي ديك الارض تما بعناها اللي وشرينا الدويره تما وبقينا جالس في رفود نعم اخويا جلسنا عاود كنجي لهنا كندخل هنا فوقاش دخلت لهنا كان ديك الساعه خدمت انا هنا اول خطره فاش دخلت ب 20 درهم في هاد البلاصه هاد البلاصه لا في ديك تمن 20 درهم النهار 20 درهم النهار اش من عام هذا عمي علي؟ والله ما تعرف وين خدمت تما ب 20 درهم انا زعما 20 الاخرين 1000 فرنك الاخر 1000 فرنك متعلمين ايه هذا المعلم ب 20 درهم لا انا زعما تما لا خدام زعما قالوا لك صحراوي كيخدم حيت انت صحراوي زعما ديك صحوراوي اي عطوني ثمن جوج الخدامه 1000 فرنك والاخر 1000 انا 400 وهو 1000 فرنك زوين هذه الدراري كاملين 1000 فرنك وانا 400 خدام ب 400 النهار اي 400 النهار عودنا ودينا البيك البركه للدراري وقالوا كيفاش والداخل كنخدموا بقل غير ب 300 اللي خدمت فيه خدام هنايا ب 400 ملي ديت هذيك البركه للوالدين مساكين راه تعرف ما عمرني حسبت انا اكثر من 30000 كتحسب انت غير 20000 كنمشي راه زعما انا هو البطل دابا 30000 ما كنمشيش 30000 وليتي ملايري اييه كنمشي ب 30000 كنقول شكون اللي قدي راه والاخرين كيقول لك فين كتخدم زعما بيطلعوا معايا يجيو لهنا يخدموا ب 400 المهم خدمنا ب 400 عاود ولاو شجعونا زادوا لنا 400 درهم يعني 800 ولا عمي علي خدام هنايا ب 800 ولي جدينا خدمه ب 800 اسمع اسمع علي الصحراوي مزيان الله يعمرها سلعه ما خلينا حتى دوار من ثلاثه دوك تما حتى لبني احمد لبني زروان عاد يقول الصحراوي راك داير بجهد الله اي الخدمه عند هذا سير عند هذا الناس دخلت خدمت وبعد الدوزان ديالها مشات وانا سبقهم دخلت لهنا دخل الاخر شريت الدوزان عنده ومشى كلشي كيشكرو كيقول لك اسيدي شي الله رجال البلاد كامله تهرسوا في هذه البلاد وحنا مناش دخلنا هذه البلاد شريفه
هاد البلاد شريفه خصك تمشي معها شريف. كليت الخبز هذا، كليت الخبز واحد وتغدرو راه صافي كيتشد ايش فيك الطعام. الطعام كيشد طعام قاصح عامل، طعام قاصح هو كيقول زعما مزيان هذا الريس اللي نعطيوها معاه الروح تراين كل شيء. ايوا دابا هما كيقولوا اش لا على بالك كذا ما كذا، هو كياكل معاه في التفصيل ويخدعوا يديروا دا وكذا. حنا لا الله يستر، السيد خلصني هكذا وعطاني 100,000 ريال زياده نخلص الخدامه ونخلص هذا وانا مقابل له. جيت خلصت الناس عطيته الفلوس قلت له فلوسك راه زايده شاطو شاطو راه عطيتني اكثر. قال لي لا، قلت له راك عطيني اكثر اش راه قدا وقدا عداش عند عداش. قال لي اديها الله هنا، قلت له الا كنت اديها ما جيتش كاع نقول لك خصني ندي ضعرقي عرقي كانت دي ديالي. اما الناس ما عندنا ندي. من تما وليتي خدام ب 800 ريال في النهار لاباس عمي علي ولا تتبان له بزاف ولا كتبان. نعم ايه نشوفوا في الناس. خوتي عمي علي بغيتي تشوفوا عمي علي هكا خصنا نشوفوا عمي علي خونا وبانا ونعرفوا كلشي شكون هو عمي علي. مزيان جيتي بليتي خدمتي ب 800 ريال جيتي لهنا. ايه شمن عام وصلتي هنايا عاوتاني؟ هنا دابا قول بالمجموع المجموع كامل 32 سنه. 32 سنه عند عمي علي. 32 سنه وغادي نسول عمي علي واحد السؤال غريب. عمي علي فين تتنعس؟ لان سولته على البريك قلت له ديني لدارك عافاك عمي علي. لقيت عمي علي مع انا غير عند الناس عندوش الدار هنا كاع. شتي هذا عمي علي اللي عطى روحو لهذا قريان جابوا الله من جهه من نواحي الريصاني صيفطوا لهنا وكان هو غادي من هذوك اللي غادي زوين ايوا جيتي من الريصاني لهنا. اييه قلنا راه حتى انا زعما زايد شويه هنا باش نعيشوا الوليدات ونعيشوا الوالدين وغامرنا الحمد لله انسفت نمشيو الوالدين بقينا حنا غير هذاك حنا النسوة. بشحال مره كتمشي للريصاني يا عمي؟ كندوز ديك شهرين ولا شهر وكنعاود نمشي. اللي بغى يحفر شي بيرت ولا ينكسو عمي عليه مسكين تيغامر. ايوا كيطولي ما كانش نيت كنمشي نجلس. اقوى شي فوند جي هبطي بزاف شي بير مش حميتو. اقوى بير كان فيه 60 ودرتو 72. انت 72 تحت الارض؟ اي تحت الارض. كنت عندك شي اكسجين ولا شي حاجه؟ لا لا ما كندير لا اكسجين لا والو. كنجلس دابا عندي داك الشيء ديال في الصيف كنخدم اللي قراب وفي الشتاء كيحال هكذا البرد كنهبط كنهود للغرقين. دابا ملي كضرب الشمس والصاد كتزيد تزير الشمس ترتق في الفير لتحت. انا عندي داك الشيء ديال الا كانت السخونيه ما خصكش تهود للغرق ما تهبطش للغرق. علاش؟ كتعطي الاكسجين مقطوع. وإلا كان البرد؟ كان البرد كتخدم الدنيا هانيه. انا هود مشي حتى 100 المتر الدنيا هانيه. دابا البير دابا ضربنا فيه هكذا ضربنا 27 هكذا هابطه ومشيت 50 هكذا تحت الارض. تحت الارض 50. عمي علي عندك شي طوموبيل؟ لا لا ما عندي. عندك شي دار؟ لا ما عنديش. عندك شي ارض؟ لا الارض اللي كانت بعدها دخلتي كاع تحت الارض وما صورتيش حتى ولو متر فوق الارض. ايوا لا اله الا الله. قال هذاك اللي جاب هنا كيجي في مره. ايوا لا اله الا الله. دابا ما شاء الله خدمتي وجيتي وب 800 وقلتي الحمد لله 800 ومازال انت ولاد. ايوا لا اله الا الله. عمي علي واحد القضيه كتجمع شويه كتقول غادي نشري ولا ندير كتزوج واحد فيهم ولا شي. الدراري جوجتيهم؟ شحال ديال الدراري عندك نسيت ما قلتهاش؟ كاينين اربعه. خدامين شويش؟ ايوا شويه راك عارف دابا قراو ما قراوش او جاو كاسولين. شحال اللي قاري فيهم فين وصل؟ الاول قرا هكذا ينقرب الباك يمشى. فين كاين هو دابا؟ هو هنا في تحت هو كيخدم. فين كاين؟ فين؟ هنا في مكناس. في مكناس؟ اي تنتمناو ان شاء الله شي شركه مثلا الحراسه ولا شي حاجه. يلاه اليوم عمي علي زوج راهو جايين دابا هما في تونان. هذا زوج تونان في وش دار اللي جا جايين لهنا. قال لك تعطلت ولادك حتى هما جاو خافوا عليك. تعطلت علينا ولادك حنا كل شيء ولادي الحمد لله. شتي اش وقع عليك في الانترنت؟ كاينه كاينه. شتي اش وقع عليك في الانترنت؟ وييه اش يقولوا؟ كيقول كل شيء الله يعمرها سلعه وكل شيء كاين. ومن اللي الله يعمرها سلعه؟ انا والروح ديال الريان الطاهره. انا اخويا وشنو قدموا السي علي امام العالم والانسانيه؟ انا اخويا وانت عمي علي كتقول لي خدمت 70 متر وتحت الارض ومشيت 50. لا
27 27 ومشيت 50 عفوا وما عندك حتى شي شبر فوق الارض بالفضل ديال الروح الطاهره دريان تنعلن لك قناه شوف تي في كتعلن امام متتبعيها واحد الدار فين ما بغيتي يا عمي علي في المغرب ديالتك يا عمي علي عمي علي شوف تي في كتهدي لك دار فين ما اختاريتي انت الله يجزاكم بخير ما عيشت عمي علي نعم اخويا واش فهمتي؟ راه في الشوية عمي علي عمي علي مسكين عمي علي شتي واحد الدار غادي نهديوها لك ان شاء الله شوف تي في غتعطيها لك هدية لما شديتو لديك الروح الطاهرة وغادي تختار المدينة اللي بغيتي في المغرب وديك الدار ما غادي يكون خاصها حتى حاجة عطي مأتتا صافي انا ملي عطيتوني الدار واخا تكون غير في وسط الغابة انا حاجة وي علي الدراري اجيو دابا هنا نحيجوا هذا الجو العائلي وغادي نستمروا عمي علي وحنا تنهضروا معاه عمي علي وحنا تنهضروا معاه اخوتي في هذه الاجواء العائليه واحد البلا انت قصيره بابا عافاك الصغيره بابا تيسبوني انا انت باه انت باه لا معليش انت باه الا كان باه معليش واش انت باه اجيو اجيو حنا شوف الله يعطيكم الستر هذه اجواء عائليه صافي ماشي مشكل عافاكم خليني اخويا انا العزيز عافاك الله يعطيك الستر حنا في هذه الاجواء خوتي العزاز نرجعوا شويه للور عافاكم اخوتي راه شكرا راه حنا راه ما سخيتش بكم تصافطوا معاكم راه ولفتكم ولفتونا اليوم غادي نشوفوا واحد البنيه صغيره اللي قاصره وبالامر ديال امها غادي توقف وغادي نتلاقاها بارازار والله ما تنعرفها اصغر ضابطه غادي تجي توقف على عمي علي ما عرفاش اش بغيتي تقول له تفضلي تفضلي بنتي الله اليوم بغى يدير هذا البرنامج عائلي السلام عليكم تحية احترام متبادل شتك لابسه التوني ديال البوليس وجايه لهنايا لهنا ما عرفتك شكون انت وعلاش جيتي واش من الرساله بغيتي تقول انا ما عرفتش السلام عليكم معكم ريحان اصغر ضابطه بمدينه فاس واصغر واصغر جمعاويه واصغر سفيره القفطان المغربي واصغر ملكه جامم اليوم جيت بغيت نحضر لجنازه دريان وجيت باش نقول لعمي علي شكرا ليه بزاف بزاف اسمي كريحان وعائلة دريان كنقول لهم البركه في راسكم البركه في راسكم انني الله واني اللي راجعون الله يرحمه مسكين الله يرحم جميع المسلمين والمسلمات هادشي اللي جيت نقول بصفتي كريحان انا يا درت جمعيتي جمعية ريحان لتنمية الأعمال الاجتماعية جيت باش نعزي ماما ونعزي بابا وكنقول لأمي إلي مبروك عليك مبروك عليك الدار شنو بغيتي تقولي شوف تي في اللي عطاتو دار لعمي علي شنو الرسالة بغيتي تقولي وحنا على مباشر ما عرفناش كاع تبغي تقولي ولك شنو الرسالة ديالك الإدارة شوف تي في هداتو هاد الظروف فرحتك حتى انت وجبتيها في الموضوع برافو عليك هذا الفرحة اللي هي من الموضوع ديال اليوم هاد الفرحة هذه اللي جات الوصف ديال عمي علي أنا الصراحة حتى اليوم راني بالي مع ريان واخا في غاتلف لي الهضره ولكن سمحوا لي بزاف انا بغيت نقول له مبروك عليك مبروك مبروك وكنقول اذاعات شوف تي في درتي واحسن حاجه في حياتكم هي عمي علي ما تخليوهش في الزنقه ما غاديش يبقى عمي علي في الزنقه ما غاديش يبقي يبغي يبقى عمي علي في الزنقه وبالفضل ديالكم تفضلي غادي نخليك الميكرو الله سبحانه وتعالى ربما ارسل ملاك بغيت نقول واحد الحال لكي هي تعطي رساله لذلك الملاك بشحال في عمرك يا ماما 9 سنين 9 سنين تبارك الله 5 سنين 6 سنين 7 سنين الرساله ديالك الروح الطاهره دريان هضري مع اخوك ريان شنو بغيتي تقولي له بغيت نقول له تعذب ريان مسكين تعذب بزاف انا جالسه كنشوفو ما لقيتش كيندير نطلع حيت لان كنطيق نطلع عام باش كتب لي هذا النهار نطلع وطلعت ما عندي مهمة نقول له إن لينا وإن راجعون كنبغيهم هاد إذاعة شوف تي في كنعزي ماما وبابا وكنقول لهم الله يصبركم هادشي اللي غنقول لهم أنا بغيت نقول واحد الحاجة
الناس اللي كيحتاجوا شي حاجه انا يا عندي النمره ديالي 06 28 14 74 70، وعندي فيسبوك الجمعيه جمعيه ريحه لتنميه الامل الاجتماعيه. انا عندي 14000 في الانستغرام، وانا جيت باش نعزي ماما وبابا، وهادشي اللي غنقول لكم. وشكرا بزاف لاذاعه شوف تي في. شكرا شكرا. اجي نقول لك دابا المغاربه ما عرفوش فين مش عمرك شتي فين تلاقينا حنا بعدا، غير باش حتى هما يعرفوا ان غير في الصدفه. فين تلاقينا؟ تلاقينا عند رايان غير في الصدفه. فين تلاقينا دابا فين لقيتيني؟ فين تسلمت معكم؟ فين تلاقينا؟ في الجبل. في الجبل غير على الله ولا كنتي تستنى؟ يلا غير دايزه من لهنايا باش غنهبط لتحت باش نعزي ماما وبابا وانا نلقاهم، وغير صدفه. شكرا لالا، تبارك الله عليك عمي علي، على الاحساس ديالك جاوب هذه البنيه والحمد لله. الحمد لله، الله يجازيها بخير. شكرا. الله يرحمها يدنا. نرجعوا عمالي نعم اخويا، امام المغاربه طنعم، وفي هاد الاعمال الانسانيه وعمي علي والشجاعه ديالو اللي بغيت ولاد بلادي يكونوا بحال عمي علي. وتمنيت ان اسمح لي، عافاك اخويا العزيز، عافاك. لا انا في المباشر، انا في المباشر، قولوا لنا في المباشر. خوتي العزاز، عمي علي استوعبتي انك السؤال اللي عطيتك قدام مغاربه، اختار في المغرب. نعم اخويا، اختار في المغرب المدينه اللي بغيتي، القريه اللي بغيتي، المنطقه اللي بغيتي. نعم اخويا، واختارها وقولنا اش من مدينه وراك قناه شوف تي في كتعطيك دار. انا اشنو بغيت تقول؟ انا بغيت نقول الله يجازيكم بخير، وانا ملي غير عطيتوني الدار واخا تكون في الغابه وما نقلش شي برا. لا عمي علي راه برا تينعس برا. لا ما نقلش شي، غادي يعيط مازال. اوف والله عمي علي ما نعرفش. بالله تعافاكم الدراري، الله يرضي عليكم، خليونا نبقاو في هذا الجو عائلي وحنا على المباشر. راه ما تنقطعوا، ما تنران عشت معاكم خوتي، وبغينا هاد العاطفه كستر. عمي علي الله يرضي عليك، عمي علي يهضر بكل براءه. عيب وعار اننا نجيو عاد نقول لعمي علي اش يقول ولا عمي علي شد الميكروفون. اه سيدي، غادي تصوني على مرتك دابا. نعم اخويا، بالامر ديالك غادي تعطيها هذا الخبر. يلا هاك. لا والو، هي مسكينه ما عندك ما تزال غادي تقول. هي غير تقول لها الدار ما تقول الدار، تقول لك الله يجعلك ديرها في الواد. هو الدار هذه يا عمي علي عندك شنو هذا الشيء؟ ما سيريش رقم انت، شو اسم ما تقولش النمره بالجرح. راه مرتك هذيك عمي علي، وتنتمنى تهلا في هذيك المراه مسكينه اللي راه شاده الدراري وجالسه تما في جيدنا واحد الفود. وغادي نحاولوا نشوفوا اتصال هاتفي مع الناس. الاحساس ديالكم وما قامت به شوف تي في. تفضل شي واحد الدراري الناس ديالك. تفضل اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. الاحساس ديال واش انت ولد المنطقه؟ انا ولد المنطقه. عرفوا عمي علي مزيان؟ عرفوا علي مزيان. شوف حنا ولاد. السلام عليكم، معكم عمر مدور اصفارا. هذا عمي علي، حنا كنعرفوه. انا دابا في عمري 34 سنه كنعرف عمي علي معانا هنايا، وبواحد الروح بواحد القتاليه، وراجل راه راجل نيه وراجل عظيم. هاد الانسان راجل عظيم، وتمنيناها له وفرحنا عليه وفرحنا له بزاف مع شوف تي في. وشكرا شوف تي في، وشكرا لهاد الناس كاملين اللي معنا، وشكرا للعالم الاسلامي كامل. شكرا خويا العزيز. تفضلوا خويا. خويا العزيز عمي علي عاش وسط منا الحمد لله. عمي علي خدم بعرق كتافه، وللاسف الشديد الله ما كتبلوش يكون عنده متر فوق الارض. راه دابا بالروح ديال ريان. شوف الروح ديال ريان اش دارت، اش دارت، شنو الاحساس ديالكم؟ وحنا نعطيوها تا هو راه خونا. راه نسمع عمي علي عاش معانا الحياه ديالو. انا في عمري دابا 38 سنه حياتي سولو هو عليا، كنعرفو نسمى كولد بلادي، نسمى عايش معايا لا في العرس ولا في الموت ولا في الافراح ولا في الجامع. نسمى راه في الجامع حتى مرض هو كيعيش. نعم عمي علي كيعيش معنا تسمى كاخ ديالنا، ماشي شي واحد اللي بعيد علينا من الصحراء. نعم اوسي، راه كيعيش معنا تسمى سولو، تسمى العيشه اللي كيعيش معنا هو. خلي التليفون بلاتي عمي علي، غير بلاتي عمي علي. واخا شكرا بلاتي، الناس بغي يهضروا معاك. عافاك خلي عافاك هو مع الناس دابا، هما كيقول لهم انت تحشم من كل شيء، انت تصبر.
عمي علي الله يعطيك الستر، عطيني النمره ديال الدار واش عطيني النمره ديال المراه باش تختار باش تختاروا قدام المغاربه يعرفوا كاع بعدا فين غتسكن ان شاء الله. اجي هنا اجي هذاك اخويا التيزار راني عييت انا اللي خصك تدخل. لا بلاتي غادي نخليو الحوار الاخ تفتحوا مع الاخوان نهضر مع السي علي ربما عنده غادي نهضر. طبيعه الحال ناخذوا التصريحات ديال الحاضرين اللي حضروا طبيعه الحال يعطيونا الاحساس ديالهم بعد ما قناه شوف تي في قناه الشعب اللي هدات شقه للعمي علي مهداة لها بطبيعة الحال من طرف إدارة القناة. الحمد لله الفرحة كما شفتوا كما سمعتوا من طرف عمي علي، وقال بكل بساطة أنه بغاها وخا تكون في الغابة. ناخذوا التصريحات ديال الحاضرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت من أهل المنطقة؟ نعم. نعم أخويا، شنو كان الإحساس ديالك من هداة قناة شوف تي في للشقه العمي علي؟ اسيدي نقول له مبروك عليه وبالصحه والراحه ويعيش فيها بلادنا. يستاهل ويستاهل ماشي غير الشقه، يستاهل شي حاجه غير الشقه ليه عمي علي. عمي علي هذه حياتي من نعرفه، انا نعرف عمي علي هنايا في البلاد. عشنا مع عمي علي، عمي علي في المرتبه ديال الوالد ديالنا. نعم تفضل كمل. عمي علي قلت لك في المرتبه ديال الوالد ديالنا، وكنحسبوه بحال الوالد وكنتمناو له اي خير. راه ما كاينش اللي غيقد يدخل لديك النفق وكما كاش عمي علي. عمي علي بطل من عمي علي بطل من الابطال ونفتخروا به والخط العالم يفتخر بعمي علي ماشي غير حنايا. عمي علي واحد الراجل ما كاينش بحاله، وشكرا وشكرا لشوف تي في هذا ما نقولوا. بالصحة عمي علي، عمي علي بصحة بالدار وتستاهل ماشي غير الدار، تستاهل كثر ان شاء الله. عمي علي بطل هو اللي يستاهل الدار ويستاهل اي حاجة، بصحتك عمي علي بالدار. عمي علي مبروك عليك بالدار وبصحتك، الله يجعل لها مرزق ولادك عمي علي بصحتك، مبروك عمي علي بالصحة بالدار تمنيها لك والله يرحم سيدنا. يلا الله يرحم سيدنا. سولوا عليه عمي علي بصحة، بصحة عمي علي بالدار وتستاهل ماشي غير الدار، تستاهل أكثر إن شاء الله بصحتك. تستاهل عمي علي بصحتك. عمي علي عطيك كلمة علينا كيفاش عشتي معنا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. عطيني كلمة كيفاش عشتي مع هاد السكينة كاملة. الله يعمر راسها. والسلام عليكم. شكتو شتو مرت عمي علي؟ ألو السلام عليكم. السلام عليكم. بخير لالا، صحة لاباس؟ اللهم لك الحمد. ياك مرت عمي علي؟ الو؟ هضر مع عمي علي. الو؟ السلام عليكم. بخير؟ لاباس؟ الحمد لله. كيفاش؟ لاباس بارك الله فيك. لاباس؟ الحمد لله. اش من موضع بيتي الدار؟ اش من موضع بيتي الدار؟ اش من موضع بيتي الدار؟ الدار. لالا، لالا، لالا. هدر هدر ما تخافش هدر. الو السلام عليكم. الناس الوسطاء ما قدرش نهضر مع راجل اخر. الو الحاجة. الو 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 سيدي. الو السلام عليكم. بخير صحة لاباس؟ لاباس الله يحفظك. الله يحفظك. فين راك؟ في الدار. زعما الراجل زعما واش بغا وان شاء الله يجازيك بخير. زعما انا مستعدة الحاجة اللي بغاها بغيتها حتى انا. الله يجازيك بخير. سبحان الله. نعم الله يرحم الوالدين يجازيكم بخير. وا بن معزة هادشي، ولكن إذا غير على عافاكم. لا لا عليا على الضيق أنا عافاكم. وعمي علي عاوتاني راه مرتبك عمي علي. ألو لالا. ألو أسيدي. إوا شنو الإحساس ديالك؟ هاد العمي علي ها هو جا مسكين، خدام مسكين بعرق كتافو خطرة خطرة، كيعايشة مع عمي علي؟ شحال هادي ما شفتوش، شحال ديال الدراري عندك لالا؟ اللهم لك الحمد أسيدي، كنحمدو السيدي ربي ونشكرو. اللهم لك الحمد كنحمد الله ونشكره، حيت كتلاقى المرا مع الراجل داك الشيء باش نيت قوله ربي ما ولا عليه. وكنحمد الله ونشكره فاش عايشين. اللهم لك الحمد ولدي مهز وكيدير الخير وهو زعما داك الشيء نيت ما الله اللي عرفنو داك الشيء اللي كيدير. هضري مع عمي علي نشوفك ما تتفقوش من بلاصه. الله عمي علي ما تحكمش انت بوحدك. انا الو انا السلام. فين عزوك؟ فين عزوك؟ طنجة ولا؟ واعجبك يا سيدي ثاني تابعك. لا انت انت وحنا كنشوفوا دابا. شوف خصنا نتفقوا دابا. نتفقوا واعجبك. لا وانت هضر قول غير قول غير قول فين اشنو راه دابا راك على المباشر. المغاربه خوتك تيشوفوا الرباط وتيسمعوك. الحاجه اللي عجبتك طنجه انت عافاك. ها يلا واعجبك تابعك. انا عليك يعملها لك الفاط عمر. ايوا الله بالحياة. بغيتي تطوان؟ تطوان ولا طنجة ولا؟ ايوا ايوا ما عجبتكش
طنجة. يلا مبروك عمي علي بكار طنجة، هاني عليك عمي علي، ومبروك عمي علي، مبروك عمي علي بالمنزل في مدينة طنجة. علي علي والله بصلاح بالصحة وعلي بالصحة بالصحة بالصحة. علي 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 دوز لي المرأة. الله إنها روح ريان يا سادة، مازال الروح ديال ريان كدير إنسانية وكتفرح قومان. كنشوفوا عمي علي اللي حل، لأن عمي علي خدم المدة ديال أكثر من 50 عام تحت الأرض. عمي علي 25 مترو بهكذا ومشى 56 تحت الارض، ما عندوش ولو مترو فوق الارض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. راه دايز الخطايز كاين رتيبه كامل علي، راه علاش راه فرحه الحمد لله. الو سلام لالا لالا، خلي عمي علي عافاك ومين نفسو عليه مسكين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوا اش كتقولي للقناة شوف تي في والمغاربة والفرحة ديالك والحمد لله؟ إلا بقيتو مصرين على راح عندكم الحق، إلا اتفقتو سيروا شوفوا وتشوفوا المدينة اللي بغيتو في المغرب، فهمتي ليا؟ حنا غير درناها هكذا ولكن أنا فاجئناها الإشارة باش أنا من حقهم. الله يجازيك الله. الله اللي غادي يكفي الكوفة هادشي اللي كتديروا، الله سبحانه إلا هو اللي غادي. اللهم آمين اللهم آمين. الله يجازيكم كامل صغاركم وكباركم، الله اللي غادي يجازيكم. اللهم امين. والله تبارك وتعالى اللي غادي يربي يعطيكم قصوف الجنه. اللهم امين. شكرا لالا، ونخلي لك عمي علي يهضري معاه وراه ما راه اجي لالا. نعم. راه قال لي عمي علي راك غضبان، كنت نهضر معاه في الطوموبيل، علاش غضبتي؟ لا سيدي كامل بقى بنا اللي تاكلوا وليد وهذاك الشيء مسكين، هذاك الشيء علاش؟ لا دابا الحمد لله انا نخليك مع عمي علي، اما ولدنا ريان راه الروح ديالو طاهره، هذاك غير ملك. ها هو ان شاء الله رشكم الله حتى انتم بواحد الجزء من انكم تستافدوا من هذا العمل التطوعي اللي داروا. واش عول تخلص شي حاجه عمي علي؟ لا الله. شحال درتي معاهم؟ ما درت معاهم والو، هما باقيين. قال لي كيفاش انت دابا؟ قلت في سبيل الله. نخليو لالا تهضر. نعم لالا. درك اسيدي الناس كتقلب غير الناجر، ملي طاح مسكنا سمعناها والقلب ديالنا راه ربي اللي يعلم، وحنا ما كنعسو لا ليل لا نهار. نعم. انا ذاك الوليد مسكن طاح في البيرو. شفتي عمي علي؟ شفتي عمي علي حيت كان بغى يدخل تحت الارض؟ لالا. لكن ولا كل شيء شفتي عمي علي حيت كان بغى يدخل يعتق ولدنا ريان؟ شفتي ذاك اللقطه؟ ايوا اش غادي ندير؟ شغل وقيت نقول اللهم لك الحمد لله خدا ديك الروح، هذاك هو الاجر عم هو الاجر عظيم عند سيدي ربي. باش حسيتي وراجلك بان ولادك غيدخل تحت الارض؟ باش كنت حسيتي؟ ايوا اش غادي ندير اسيدي؟ بقى فينا الحال وكنقول زاد الا فك هذيك الروح راه اجر عظيم عند مولانا. صبي صغير ما عسى ما ذنب. كنقول الله يعمل سيدي ربي، وحيت ماشي من هاد الدنيا كنقول الله يعمل سيدي ربي زعما يفديه مسكين في هذاك الشيء، ولي الله تبارك وتعالى اللي بغى الله بغيناه. امين يا رب العالمين. عطيه 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 باتريك ستيرن تهضر معاه. لا لا الله يحفظك، شنو بغيت تقولي لخوتك المغاربه؟ وانت الحمد لله غتعيشي دابا واحد تخرجوا من ذاك المشاكل الكرا وتناره كما عاود لي عمي علي، شنو بغيت تقولي لخوتك المغاربه؟ ما كاينش الصوت؟ يكون ضعيف شويه. نقربوا. هو اللي غادي يكافلو ويخلصكو ويجازيكو سيدي ربي ويعطيو لكو ربي في قصور لالا الجنة. اللهم آمين. تأكد من الصوت. اللهم آمين. الله يعمركو ويجازيكو بخير، الله اللي غادي يجازيكو ويخلصكو سيدي ربي ويعمر المغاربة كاملة، خارج الوطن داخل الوطن. الحمد لله. انت عندك دويرتك واختار انت من حقك انك تغير بينك وبين مرتك. غنعاود نعيط عليك لالا. شنو بغيت تقول لخوتك المغاربة؟
روح دريا مازال كدير في الحسنات واش هتوالي مازال الحمد لله. قول لي عمي الحمد روح شويه عمي علي اش بغيت نقول له تيتشرجهم بخير وراه كل شيء سهران ملي دخلنا وحنا سهرانين وهما حتى هما سهرانين ساكنين الله يجازيهم بخير وكل شيء راه زعما هذا راه ماشي غير حنا راه كل فين ما مشيت راه في الصحراء راه في الصحراء راه دار واحد الليله وكيقراو عليه عليه هو ملي تا هو ملي راه شتي في اسرائيل قراو عليه انت غير على حساب اش عرفتي قلتي غير الصحراء وشتي ديك الام وداك الاب طاهر وديك الام اللي انجبت داك الملاك غادي عاوتاني يا عمي علي تنعلنكم امام امامكم وانا انا على المباشر ان قررت قناه شوف تي في تعطي الدار حتى تلما يا الريان وبالريان. هاني انا. 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 ان شاء الله دار يختاروا فين ما بغاو. هذه جلسنا معكم عشنا معكم عشنا معكم. اذا شكرا وشكرا خوتي الاحساس ديالكم. هذا العافية على المغاربه خويا عافية خويا الاحساس ديالك. سفيان حتى اننا فرحنا هذا الراجل وغادي نفرحوا ان شاء الله. وعلى المباشر الاب دريان والام دريان بدار مجهزه ما خاصها حتى شي حاجه شنو الاحساس ديالك والرساله وهذا الشعور اللي انا والله شعور غريب شوف هذا الروح الطاهره واحد الشعور ما كيتوصفش عشنا واحد خمس ايام ديال المعاناه وعشنا مع عمي علي واخا ما كنتش قريب عليه كنلاحظ كلشي يعني كي كيدير واحد المجهود جبار 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 ليل ونهار وديك الحجاره وكيطيح ومع ذلك يعني عمي علي كيستاهل كيستاهل ماشي غير دار وبالنسبه للدار يعني له يستاهل بالتوفيق له يستاهل ماشي انا كنقول لكم يستاهل ماشي غير دار راجل طيب رشاد طيب يعني هو قديم هو هنا يعني قديم معروف عند الصغير معروف عند الصغير والكبير يعني هو الاب ديالنا يعني هذا ماشي عمي علي شوف انا كنقولها مباشرة هذا ماشي عمي علي هذا الاب ديالنا الاب ديال منطقة باب الرب الاب ديال باب الرب علاش كاتب بأمانة هذا خويا العزيز وصلت رسالة الفرحة عافاكم اخوتي شكرا خويا العزيز علاش كتبكي عافاك خليني عافاك اخوتي راه حنا في عزا ديال خونا ولدنا ولدكم هاك التشريط علاش بكي عمي العلي أول مرة شفتك غادي تبكي ما بكيتيش وأنت غادي تدخل تحت الأرض أول مرة عمي علي قول لي علاش بكيتي يعني أول مرة كنت عاطي العهد للمرأة باش نمشيو مرة للحج شنو؟ نمشيو مرة للحج دور شوف خوتك المغاربة عافاك دابا هي قلت لك علاش بكيتي عمي علي دابا كنبكي قالت لي كتعطيني عهد باش نمشيو مرة للحج وجاوني دابا ثلاثة د العمرات قلت له غيتبدلوا لنا وحدة عطوها لنا المرأة ونمشي والو قالوا لك لا خصنا أنت قلت له انا راه عندي بعدا وحده وها الاخرى هاجه وجا ثلاثه فرقوا زعما عطيونا وحده للمراه و... ولا بينا نعطيوها لشي واحد عاود الاخرى هي دي قالوا لك لا ايوا نتمناو نتمناو هذوك المحسنين انهم هي ثلاثه العمرات دابا قلت له راه ثلاثه ما خصهمش يضيعوا دابا يسهل عليك الله ان شاء الله وراه كما قالت السيده لا لا السلام عليكم الاحساس ديالك اختي وانت مين هاد البنت سيري حدا عمي علي وانه فرح عافاك يا الدراري حتى واحد ما يقول ما يوصيهاش يقول عافاكم عمي عافاك الدراري انا راه نهز الطوموبيل ونمشي مع عمي علي نعيش معاه امام المغاربه ولكن قلت حشومة راه نشد الطريق ونزيد عافاكم نبدا نهضر مع عمي علي توصل الرساله راه المغاربه مستقلين عمي علي لا لا انت امين هاد البنيه اللي الله تكون قدوه ان شاء الله ان شاء الله لبنيتاتنا ملاك من ملائكه الرحمن جيتوا من فاس تلاقينا الاحساس ديالكم عمي علي سمعتي ربما السلام عليكم معكم ام ريحان الاحساس ديالنا هو اننا عشنا معاهم نهار بنهار يمكن ساعه بساعه دقيقه بدقيقه صراحه الله تاثرنا وحسبنا وليداتنا داكشي علاش ما لقينا راسنا تلقينا راسنا هنايا جينا نشاركوا معاهم الافراح والاحزان وربي راه شاهد راه حسبناه ولد موليداتنا انا عندي غير بنت وحده
والكبده راها صعيبه واخا يكونوا حتى 10. كنبغيو نشكروا عمي علي على تماره اللي ضرب وضحى بحياته، وكذلك كنبغيو نشكروا سيدنا الله يحفظه وين يجي ويخليه لنا ربي تاج فوق راسنا، لانه كيحس بالفقراء وكيحس بالدراويش، وهذا الشيء قليل باش يزرعوا الانسان في قلب هذا. الله يخليه لنا، وكنقولوا لوالديه الله يرحمه وينعمه. يمكن هذا الطفل هذا جا من السماء باش بزاف ديال الحوايج صلحهم. يكفي ان كانت عندنا المشاكل مع الكره في مصر وكل شيء كيعزينا، يكفي ان كانت عندنا مشاكل مع الجزائر وكل شيء كيعزينا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، زرع الحب في بين بعضياتنا ووحد الامه الاسلاميه. يمكن هذا راه نزلو سيدي ربي من عنده. وكنبغي نشكر السلطات على هادشي اللي دار. صراحه الله راه هادشي غريب باش يهدموا جبال، وهذا راه هادشي غريب. وكنعزي والديه وكنشكروا شوف تي في على هاد البادره الطيبه، والله يحفظكم وين جيكم. وهذا ما كان. وعمي علي ما تفقش راسك، المراه دابا تجيها العمره تصيفطها نتايا ولا تمشي نتا وياها ان شاء الله. شكرا بزاف اخواني. اختي اجي شنو انت بغيتي تقولي في عمي علي باش نخليك انت، باش ما نخليكش انت. بغيتي تهضري قول خوتك المغاربه الاحساس ديالك. انت كتشوفي في عمي علي دابا غادي يختار الدار فين ما بغى، وتا بابا طريان ما يبقاش هنا في هاد الجبال، او لا تيلا بغى نبنيوها له تما، ولا هو المهم غادي يختار هو الحاجه اللي بالدار فين ما بغى. هو في المغرب نشوفوا له دار، فهمتي؟ اما شي وحده كتبع هنايا ولا شي بلاصه، المهم ديك الساعه هو القناه ربما كاين الناس اللي مسؤولين على هذا. انا فرحانه بزاف لعمي علي، وكنقول له مبروك مبروك. وكنقول واخا باقي ما شفنا الاحساس ديال بابين غايان ومامين غايان، حتى هما كنقول لهم مبروك. واخا باقي ما هبط عندهم ولا هبط عندهم نشوف الاحساس ديالهم، كنقول لهم مبروك ومبروك. وكنقول غايان الله يرحمه وينعمه، كنت قاطع الطريق زعما باش نلقاه ساعه، طريق كانت عامره وما قديتش كندير نوصل، ولكن وصلت غنهبط عندو القبر، غنبقى حدا جالس واحد شويه وغنهبط. وهادشي اللي كنقول عمي علي مبروك، ما تفقدش راسك دابا، صفت المدام راسك. قال لي راه حنا غادي ندخلو، انت اللي قلتي لي شحال المترو بقى، انت اللي اكدتي بان الاشاره ان اخر ضغمه ولا نقطه د الماء شربها ريان. للاسف الشديد عمي علي غتعاود لنا، عافاك الله يعطيك السترين، تقطع بيني وبينك الاتصال، وانت غادي تدخل عند ريان. واحد لحظه خرجتي تنعيط عمي علي ساعه شتك من وجهك انا ما عجبتينيش، واش هي تخرجتي عرفتي ريان مي. جيت وكنضرب 50 سنتيم في الحجره وباقيه لقيت شي حجره. ايوا الحجره اللي شديتها راه بشحال من واحد الشيء. الحجره شدات لنا 8 متر و50 من هنا تدخل الله يشوفنا الصوت دابا حتى 7 الصباح، وحنا كنضربوا حجره واحده زرقاء. كنضرب باش غير نبدا لها، كنضرب حتى كدير واحد الرجال كنجي عاود هاي اخترت هذه كتجي هاي. وحنا السجيات كاين فيها كثر كنقول لها السجيات. انت وي تقطع شويه. الاخر مشى يجيب الاخر الله مشى يجيب هكذاك هكذاك. هو ملي عرفنا خرجت غادي نخرج حيت خرجتي عاد كملتو الحجره تيتسكتي على الراكش ضربوا. خرجت هي فين جديد القرعه وكنشرب صافي. انا الضغط اجي غير تاكل لا اجي تشرب لا ما بيش ندير حتى شي حاجه. انا رحانه جا ولاد عمي علي سبحان الله. عيط له خليهم مزيين هما هنا حيدا الله يهديكم الدراري وحيدوا من سبحان الله. هذا الشيء حيدنا الدراري حيدنا الدراري فينا هما خافوا العيط تعدلوا قال لك راه دايرين لك نسي عرب عمي علي اخواني بان قناه شوف تي في قررت انها باش تعطي رسميا اين تعطي دار لعمي علي مأتته، وتعطي دار الاب ديال ريان والام ديال ريان تعطيهم دار مأتته.
هدية من قناة سيدي الله يرحمه ويزيد الله يرحمه ويزيد الله يرحمه الله يرحمه كل شيء بخير الله يجازيك بخير اخويا الله يرحمه الله تبارك وتعالى كما ما شاء الله ما شاء الله الاباء ديال الريان الله يرحم والديك بارك الله فيك شكرا اخويا وحفظكم اخويا عشنا معكم حنا جينا من حسيمة حاليا وما شفناش على هذا سيدي شكرا شكرا اللي جا بعيد الا ما كان الله يوصلوا له بارك الله فيك تشكر تبي على هذه المجهودات اللي قامت بها وعلى البث المباشر اللي قامت بها على مدى 5 سنين الماضيه ومن هذا المنبر كنحاولوا حنايا اقليم الحسيمه الجماعه ديال نيبوشيبه نيابه عن الناس ديال الحسيمه ولا جماعه نيبوشيبه باش كنقدموا التعازي للاسره ديال الفاقد رايان ونتمنى الله تدخل عليه الرحمه وكنقولوا للعمي علي البطل يعني البطل ديالنا اللي تعرف على الصعيد العالمي ماشي على المغربي الحمد لله كلشي كنشكرو وحنا جينا باش نشوفوا عمي علي الهدف ديالنا ونشوفوا عمي علي والحمد لله المراد ديالنا تحقق وشكرا لكم شكرا لشوف تي في والله يجازيكم بخير والله يدخل الرحمه على رايان شكرا شكرا اخواني الكرام التي عافاك التي امنوا باش اننا نشوفوا دابا نكملوا هذا الموضوع اذا اخواني بصفه رسميه فهنيئا لعائله رايان قناه شوف تي في انها ارسلت طاقم ديالها لان القضيه ديال رايان دخل الى قلوبنا ولد عمي علي زعما شويه رجع شويه اللور رجع شويه اللور جيت تعاون ولا جيت جيت اه جيت تعاون صافا بخير هنيات انت ولد عمي علي منين جيتي؟ من مكناس علاش جيتي؟ حيت دخل لتحت شوف ما الصوت اسيدي قناة شوف تي في كتقول لكم انت خلينا نشوف الصوت خلينا نشوف الصوت عم اختاروا الظرف اي مدينة بغيتوا في المغرب نروح تنتظر قلب كازي تلقى بلاتي عمو بلاتي عمو ها الله يحفظك هاك شنو الرسالة بغيت تقول خوتك المغاربة وقناة شوف تي في اختاروا اتفقوا انتم ولا مع عمي علي والوالدة اختاروا الطرفين اللي بغيتوا القناة ديال شوف تي في كتهدي لكم الدار لأنه أولاد بطل نعم غوت شويه غوت شويه غوت غوت خلي خلي يهضر خلي يهضر اخويا خلي يهضر ما يمكنش انا شي واحد يقول الدري اش تقولوا حنا بعد البرنامج يلا لا صعب شو ما حنا دابا حنا جالسين عائله وحده راني واقف شوف جالس بحال خوتي دفنا ولدنا رجعنا احنا جالسين غوت شنو بغيتي تقول الاحساس ديالك وجيتي وباباك لقيتي مع الوقفه لقيتي هذا الاخبار؟ ايوا فرحت بزاف جيت وقلت للوالد شنو قالوا على خير فرحت بزاف والحمد لله فين تهلسوا هذا الدار ان شاء الله؟ ناتي يا انا انت والله ما قلت تقدر تجي دار واش انت شنو قال طنجه وانت طنجه؟ شتي قال طنجه وانت قلت طنجه باغي البحر عياو من الصهد الحراره في الجنوب شحال شكون اللي مازال في الدار كاين شحال ديال الدراري عندنا عمل أربعة مازال ثلاثة انتوما مازال فين هو؟ حشم الصوت راه ما كاينش حشم الصوت راه ما كاينش إلا حيدنا الصوت كنحيدو البتري إذن إخواني الكرام هنيئا لعمي علي هنيئا للعائلة أنت راه ما سمعوكش الإخوان شنو الكلمة بغيت تقول شوف تي في اللي هدات عائلة دار إن شاء الله تنشكرو شوف تي في بزاف كاع ماشي شوية تنشكروكم وشكرا كتب 70 باكم و 80 ضروري وما نتبعوش شنو كتب تشد ديك الساعة فيك شوف تي في كتب 70 داك كلشي اليوم الثانية جينا رجعنا ولا النهار شكون الاخر؟ هذا اصدقاء ديالي انت تنجم من العائلة ولا نعاود حيت شنا راه كنا هنا عاود حنا شي يومين حنا ايوا كان عندنا الحوايج ما كناش جايبين الحوايج وتكرفسنا بزاف عودنا المكناس الكلمة اللي بغيت تقول للوالدة ديالك بالمناسبة تاع الاهداء تشوف تي في الشقة لكم هضر مع ماما كتشوف راه نتبعها تنقول للوالدة شكرا لشوف تي في والحمد لله على كل حال اذا شكرا لكم اخواني المغاربه غادي نشوفوا باش غيتصافط معكم عمي علي شنو بتقول قناه شوف تي في الله يجازيهم والاخوان راهم جنود الخفاء مساكن كانوا جالسين الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم
الله يعمرها سلعة، الله يرحم والدينا سيدي، الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم، الله ينصر الملك، الله ينصر الملك. إذا روحي ريان طاهرة، لا زالت روح ريان طاهرة. سلبتي كمل كاع؟ للأسف الشديد غادي نوقفوا.